وأما أنه يزيد بالطاعة هذا صريح في القرآن: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فجعل الصلاة والإنفاق من الإيمان، وهذه أعمال جوارح، هذه أعمال جوارح، وذكر الله هذا قول باللسان، وزادتهم إيمانا دليل على أن الإيمان يزيد. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. قال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، دل على أن الإيمان يزيد بالطاعات ويقوى بالطاعات وينقص بالمعاصي، بدليل حديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. دل على أن الإيمان يضعف، فالذي لا ينكر المنكر لا بيده ولا بلسانه هذا ضعيف الإيمان، والذي لا ينكر لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه هذا ليس فيه إيمان أصلا، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذا دليل على نقص الإيمان. وفي الحديث: إن الله يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. هذا دليل على أن الإيمان يضعف ويكون بقدر وزن حبة الخردل أو أدنى من ذلك. وفي قوله تعالى: هم يومئذ للكفر أقرب منهم للإيمان، دليل على أن الإيمان يضعف حتى يصل إلى أن يقرب صاحبه من الكفر. هم يومئذ أقرب للكفر، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، أقرب إلى الكفر من الإيمان. فدل على أن الإيمان يضعف حتى يقرب صاحبه من الكفر، هذا دليل على نقص الإيمان. المرجئة يقولون: لا، ما يزيد ولا ينقص، لأن الإيمان بالقلب وهو شيء واحد، والناس لا يتفاضلون في الإيمان، فإيمان أبي بكر مثل إيمان أضعف الناس إيمانا، مثل إيمان أفسق الناس، وهذا كلام باطل. الإيمان يتفاضل، بعض المؤمنين أقوى إيمانا من الآخر، هذا مؤمن قوي، قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قوة في الإيمان وقوة في البدن، قوة في الإيمان وقوة في البدن وقوة بالفعل. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. فالإيمان يزيد وينقص بلا شك، فالمعاصي تنقص الإيمان والطاعات تزيد في الإيمان. نعم.